أسألك دكتور عن كبار السن والصلاة في المساجد وعدم الإمكانية في الصلاة، والكل يعاني من آلام في الركبة، الأسباب والعلاج. أو شيء الأسباب إنه الركبة لها عمر افتراضي. نعم. اللي تكون الركبة مليسة بطبقة من العظم الناعم الأملس، وهذا اللي يتآكل مع الزمن، التآكل هذا يسمي خشونة. ويبدأ من الأربعين والخمسين وإحنا طالعين. والآن للأسف الشديد حشوف حتى شباب بيصلون على كراسي. السبب الأول ضعف العضلات. لما تضعف العضلات حول الركبة يزيد التآكل، يزيد الاحتكاك. تمام؟ أنا أشبهها دائما بقماشات الفرامل، لما تتآكل تبدأ تطلع أصوات ولازم تستبدلها. نعم. إحنا نحاول نأجل موضوع الاستبدال هذا بأي طريقة. كيف نأجله؟ كجراح، أنا جراح تلبيس مفاصل. الأحسن إنه يسوي علاج طبيعي، تمارين، نادي، يعيش حياة صحية صحيحة. وإحنا عاداتنا وتقاليدنا وعبادتنا الحمد لله تشجعنا على فن الركبة. نعم، أداء الصلاة. أيوة نعم. فالناس اللي يبدأ يصلي على كرسي بيرجع نفسه 10 سنوات مرة. نعم. من أول ما يبدأ يحس فيها لما يسوي تمارين وتخوية ترجع الأمور طبيعية. أما إذا أهملها ويقعد يصلي 6 شهور على كرسي رجعته إلى طبيعته صعبة وتطول العلاج. نعم. آخرة المطاف اللي هو تلبيس المفصل اللي إحنا نحاول إن شاء الله ما نسي. ما يصير إلا على آخر شيء. أما إصابات الملاعب، إصابات الملاعب بكثرة للأسف شيء، كثير من الشباب ينزل يلعب ولهم مؤهل ولا سوى تسخين، عضلاته ضعيفة، وأول ما ينزل نزلة خاطئة، التفافة خاطئة، يطق الركبة، راح الرباط، راحت الغضاري. وبعدين الحين النظام الجديد في إصابات المكل شيء عملية، في شيء اسمه تأهيل، تمارين، تقوية، معظم الأمور الجسم يشفي نفسه بنفسه. نعم. ما نتدخل جراحين إلا في آخر الأمور، فما نستعجل دائما في العمل، ما في شيء عجل. نعم. بس هذا اللي حبيت أقوله، وتأهلوا وسخنوا نفسكم قبل ما تنزلوا تلعبوا ملاعب. والكشف على الإصابة ونوعها. أيوة. يساعد الطبيب على وصف العلاج ووصف الطريقة. نعم. للعلاج. الشيء المهم، أهم شيء إنه ما يعني ما تقول لي إنه أنا سويت كده أو أرسل لك أشعة أو أسوي رنين. أهم شيء طبيب متخصص يشوفك. نعم. يسمع منك ثم يقوم بفحصك السريري. نعم. ومن هناك يتم التشخيص الصحيح، وبعدها الطبيب هو اللي يطلب. نعم. أشعة، رنين، تحليل دم، اللي يطلبه عشان يساعده في التشخيص. ليس الرنين ولا أشعة تشخيص، إنما هي مساعدات. مساعدة. نعم. نعم. وبعدين يديك الخطة العلاج. هذا مهم جدا. شكرا لك يا دكتور، يعطيك العافية. حبيبي. وهذا يعتبر رسالة تثقيفية لكبار السن وصغار السن وممارسي الرياضة وأصحاب الآلام اللي في الركب. الله يسلم. يعطيك العافية. بخدمتكم حبيبي. تسلم، يعطيك العافية.